يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل نذر إن حصل على وظيفة أن يذبح شاة وأن يصوم 5 أيام، ثم حصل على هذه الوظيفة ويريد أن يصوم مع 5 أيام 5 أخرى بدل الذبيحة، فهل له ذلك؟ لا، يجب عليه أن ينفذ النذر الذي نذره. إن كان نوى بالذبيحة الصدقة بلحمها على الفقراء هذه طاعة يلزمه، أو ما نوى شيء قال أذبح ذبيحة، هذا نذر مطلق يصرفه للفقراء، يجب عليه الأمران، ذبح الذبيحة ويوزعها على الفقراء وصيام 5 أيام. نعم.